السادة المشاهدين أهلا بكم. هنتكلم عن موضوع برضو يعني بيشغل بالي من فترة طويلة، كنت عايز أتكلم فيه، الدروشة والفاعلية. كان في قصة شهيرة حصلت في مصر سنة 92، كان حصل زلزال بمقياس مش عارف 6.7 ريختر، كان في منطقة دهشور هنا في شرق القاهرة أو في غرب القاهرة قصدي، وأثر على مصر كلها، وحدث كتير جدا من بيوت القاهرة القديمة تهدمت، وكثير حصل لها شروخ، ومش عارف 50,000 هجروا لأن منازلهم أصبحت مهددة. وكان في عمارة في مصر الجديدة كانت من 14 طابق انهارت تماما ومات فيها ناس كتير جدا، وقعدوا 3 أيام يعني يحاولوا ينتشروا الجثث من تحت الأنقاض، وفجأة سمعوا صوت أو ان في رجل حي واندفع الناس. طبعا ما كانش في حد في هذا التوقيت قياس الذبذبات بقى والحاجات الحديثه اللي موجوده في المانيا دلوقتي. فالمهم استطاعوا ان هم ينتشلوا شخص حي اللي هو كان اسمه اكسم اسماعيل بعد 82 ساعه، يعني اكتر من 3 أيام. طبعا كان معاه امه ومعاه زوجته ومعاه بنته، كلهم ماتوا، والدته ماتت ومراته ماتت وبنته ماتت، وخرج اجسام حي. وطبعا كان صرح بقى بتصريحات يعني ان هو كان زي القبر، وان هو اضطر يشرب البول وحاجات من هذا القبيل، وان هو كان تحت الانقاض، وانه كان عايش يعني الموت، يعني الموت يقترب منه، مش يقترب منه بس، يعني امه ماتت قدامه، مراته، بنته، وهو على خلاص على شفا الموت، وفجاه تم انقاذه. ايه اللي عمله اجسام؟ اجسام طبقا للروايات اللي مروية عنه ان زهد في الحياه وذهب للمسجد، يعني ايه يعني تدين بقى وتصوف وزهد في الدنيا، ويعني قعدته في المسجد معظم الوقت وزهد في كل امور الدنيا. دي النقطه، الفرق بين الدروشه والفاعليه. يعني برضو عندنا في مصر حاجه غريبه جدا، الناس بقى توصل ل 50 او 60 تطلع معاش، يعني من الجامع للبيت ومن البيت للجامع، والسبحه والصلاه والورد القراني والاذكار، وبينتظر الموت. في فرق بقى بين الدوشه والفعليه. طبعا الصلاه مش حاجه جايه وحشه، شيء جيد الصلاه، فكره الاوراد القرانيه، فكره اذكار الصباح والمساء، ولكن انت عندك وقت طويل تقدر مع هذا التدين او هذا التصوف او هذا الزهد تمارس دور اجتماعي. يعني لما نقيس ده مثلا بجيمي كارتر اللي هو 96 سنه دلوقتي او 94 سنه، مواليد مش عارف 24 حاجه كده، يعني 96 سنه، يعني مواليد 1924، بعد ما خد الرئاسة بقى 40 سنة سايب الرئاسة، بيمارس عمل اجتماعي ودور إنساني وبيلف العالم ويشوف إفريقيا وما يعرفش إيه، بيرأس عدد كبير جدا من المؤسسات وبيتابعها، وعنده مؤسسة اسمها مؤسسة كارتر، وخد عدد من الجوائز ومستمر رغم إنه عنده كانسر. يعني لغاية فترة قريبة كان بيمارس دوره الإنساني والاجتماعي. ليه احنا ما عندناش عندنا انجلينا جولي ممثله مش عارف برضه اصيبت بكانسر او سرطان، تلاقي متبنيه مش عارف 3-4-5 عيال، وبتلف في افريقيا وسفيره نوايا حسنه، وبتحاول تعالج مشاكل المجتمع الانساني، بيقدموا معونات للمجتمعات الفقيره ودعم صحي ودعم غذائي وما شابه ذلك، وبيجوبوا العالم. ده اللي بيخلي الانسان يكمل حياته وهو حاسس ان ليه دور في الحياه. ليه احنا عندنا هذه الدروشه وما بنذهبش الى الفاعليه؟ طب هل المجتمع ما بيستوعبش؟ لا، المجتمع قادر المستوى. عندنا 50,000 جمعية في مصر، هل بتقوم بدور؟ ما بتقومش بدور، ادوار طفيفة جدا بتقوم بها الجمعيات. انما هؤلاء الناس اللي كبروا في السن، وبعدين طبعا بعضهم بياخد بقى نص القرآن، اذا بلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وان اعمل صالحا ترضاه. يعني بعض الناس بيستعين او يعني بيستنطقوا النص القرآني ان واحد لو وصل 40 سنة يبقى خلاص بقى كده ايه، يكتفي بالعمل الصالح ومن الجامع للبيت ومن البيت للجامع، وما يحاولش يعمل ايه اي حاجه. لا، احنا بنتكلم الاعمار، متوسط الاعمار بيزيد، وطول ما الانسان حاسس انه يقدر يدي في الحياه، ده هو القران كده يعني أو الاسلام كده، اذا قامت القيامه وفادي احدكم فسيله فليغرسها. يعني ده القيامه بتقوم اهي وانت في ايدك نخله، نخله يعني فسيله، طبعا ده تصوير مجازي، يعني ان انت النخله دي قدام 20 سنه قبل ما تطرح، ولكن انت بتعمل عليك تزرع هذه الفسيله. معنى اصح انت لغايه اخر نفس في حياتك طول ما انت قادر تعطي على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الانساني، على المستوى السياسي، تعطي لا تتردد، ما دام فيك نفس ينبض وقادر على الاستمرار، تعطي خبرتك وتراكم الحياه اللي انت عملته في حياتك، وتعطي خبراتك للمجتمع. طب المجتمع محتاج ايه دلوقتي؟ المجتمع في مشاكل كتير جدا،
المجتمع فيه مشاكل العنوسه، مشاكل الزواج، مشاكل توتر العلاقات الاجتماعيه، كل الحاجات دي يقدر المجتمع الانساني او الناس اللي هي ربما طلعت على المعاش او ربما عندها درجه من درجات الفراغ من الوقت انها تقوم بهذا الدور. وانا اتمنى ان الكنيسه والمسجد يقوموا بدور اجتماعي. يعني على سبيل المثال عندنا محكمه الاسره مليئه طبعا بالقضايا واللي بتقعد 3 4 5 سنين، ويا عيني الست مش عارفه تاخد النفقه وعندها ايتام، وهي حياه مشرده وبؤس. وطبعا القضاء المصري عدده مش كبير وكم القضايا مهول جدا، فتلقائي ان القضايا بتقعد بالسنوات الطوال في المحاكم. ليه ما نرجعش تاني المجتمع يحل هذه الامور ويكون قيم على الحي او قيم على القريه او وده كان بيحصل زمان. كانت القرى زمان فكره الاحكام العرفيه اهم من القانون، وكانت بتحل مشاكل كتير جدا قبل ما توصل للقانون. خناق حصل بين اتنين فيبقى في عقوبه ماديه، حصل اي مشكله في الميراث بتتدخل المجتمع القبلي او المجتمع العائلي ويحاول يحل مشكله الميراث بالتراضي، مشكله على ارض على الحدود، كل ده كان المجتمع الانساني بيحلها قبل ما توصل للقضاء. طب مجتمعات المدينه، مجتمعات المدينه دلوقتي برضو اكثر تحديدا، بقى في حاجه اسمها اتحادات ملاك، وفي حاجه اسمها جروبات على الواتساب بتجمع ابناء الحي الواحد، فلماذا لا يقوموا بهذا؟ يبقى في لجنه زي لجنه قضائيه تحكم بين الناس، وبالذات زي ما قلنا امور الزواج والطلاق. النقطه الثانيه الدعم النفسي. يعني مثلا على سبيل المثال المقبلين على الزواج، يعني فكره الخطبه كانت موجوده زمان كانت بتحل مشاكل. ليه المجتمع الاجتماعي او الجمعيه اللي موجوده في المسجد ما تقومش بهذا الدور حاليا؟ يبقى عندها قاعده بيانات للحي، مين البنات اللي هم اتخرجوا او في سن الزواج وفي من الشباب، وممكن تعمل معاهم لقاءات مجمعه يديرها رجل من كبار السن عنده درجه من درجات الخبره يتحدث في امور الحياه والمجتمع والمشاكل ويتناقش في امور ثقافيه وفكريه، بحيث الناس تتكلم ويعرفوا بعض، وممكن عن طريق هذه اللقاءات يتم التوفيق ما بين الناس، وطبعا تدار تحت رقابه زي ما قلنا، رقابه ناس كبار، مش يبقى جو اختلاط منبوذ. يعني النقطه الثانيه ان هم المقدمين على الزواج خلاص اتخطبوا ومقدمين على الزواج، هؤلاء الناس عايزين ياخدوا خبرات الحياه، ايه الفرق بين الحياه قبل الزواج والحياه في الزواج، وازاي يحصل توافق اكتر، وايه ممكن المشاكل. الناس بقى دي عندها تراكم خبرات، واحد عنده 60 سنه، وبعدين يجيبوا لهم تجارب ناجحه وتجارب فاشله. تجارب ناجحه واحد مثلا حياته الزوجيه استمرت 50 سنه، هل ال 50 سنه ما فيهمش مشاكل؟ لا اكيد حصل فيهم مشاكل. يبقى يديهم خبرات ازاي كان بيحصل مشاكل، وازاي ان هو كان بيستوعبها، وازاي ان مراته كانت من الناحيه الثانيه بتستوعب ان هو هذا اللي امد للحياه الزوجيه 50 سنه، وازاي كانوا بيحلوا مشاكلهم. او في نفس الوقت لو مشاكل وصلت للفشل، فبرضه يحكي تجربه فشله ليه ان هو ما قدروش يكملوا هذه العلاقه وليه فشلت، بحيث ان المقدمين على الزواج يتجنبوا. النقطه الثانيه بقى الناس اللي اتجوزت وحصل لها مشاكل، فبرضه عايزين الخبرات ازاي نتجاوز هذه المشاكل وايه اسبابها، وان هم احيانا المطلقات برضه عايزين دعم نفسي، ليه ما يتجمعوش مع بعض ويحكوا مشاكلهم مع بعض؟ ده بنشوفه في المجتمع الغربي، فكره اللي هو ايه؟ ان ناس عندهم نفس المشكله، مثلا مرضى السرطان، ان هم يقعدوا مع بعض فيتكلموا فيفتحوا نقاش يعني يطمنوا بعض، يدوا طاقه ايجابيه لبعض. زي بالظبط موضوع المطلقات، ليه بقى الناس اللي هم بيصلي ومن الجامع لبيته ومن البيت للجامع، طب ما هو بين ظهر العصر في وقت يستغله في مثل هذه الامور الاجتماعيه. وزي ما قلنا التواصل الاجتماعي يسهل هذه الامور دلوقتي. جروب على الواتس بيجمع الحي كله بيتناقشوا فيه بعض الامور، بتنطرح مشاكل. برضو الدعم المادي، عرفت مثلا ان فلانه الفلانيه في المكان الفلاني زوجها توفى، طب ده العيال كانت في مدارس، ده الست ما كانتش بتشتغل، طب ده محتاجين دعم مادي، طب مين القادرين؟ طب جماعه القادرين يحاولوا يدعموا الغير قادرين لغايه ما نوفر لها شغل، طب لو ما عندهاش خبرات طب ما ندربها. برضو فكره اللي هم الفتيات اللي ما بيشتغلوش، ايه المانع ان نشوف المجتمع الصناعي عايز ايه او المجتمع الاستثماري عايز ايه، وندوا الناس دي دورات، لو على مكنه معينه، لو على تدريب معين، تنميه بشريه، ندرب الناس دي بحيث تكون جاهزه لسوق العمل. كل هذه الامور يعني مشكله البطاله، مشكله الزواج، مشكله العنوسه، مشكله الطلاق، مشكله المحاكم، مشكله الميراث، كل دي حاجات مهمه في المجتمع الانساني المصري وطبعا في العربي كله. يقدر الناس اللي هم من الجامع لبيتهم بيت للجامع
المتخللات ما بين الصلوات يقوم بهذه الادوار. وطول ما هو بيقوم بهذا الدور وبيقعد مع اجيال اقل منه، بعض الناس بتحس بالفراغ لعلمك وبتنتظر الموت وبعضها بيتمنى الموت. ليه؟ عياله خلاص رباهم واعطاهم خبراته وربما مش محتاجين بقى نصايحه، لانه قاعد ينصح في عياله دول 30 40 سنه، يعني زهقوا من نصايحه. ان ممكن اخرين من ابناء الحي ما سمعوش هذه التجربه، ما سمعوش هذا التراكم، ما سمعوش هذه الخبرات الحياتيه، ربما عايزين يسمعوه. طول ما انت عندك احساس بالقدره على العطاء مش هتتمنى الموت، صحتك النفسيه هتكون اكتر كفاءه، هتكون اكثر سعاده، وانت بتقدم حاسس انك بتقدم دور في المجتمع. يا ريت يا ريت المجتمع العربي والمسلم والجمعيات اللي هي موجوده في المساجد او في الكنائس تبدا تغير من اداء دورها. الموضوع مش طقوس بس وعبادات بس ووعظ بس وحص الناس على الزهد فقط، لا لا، في فاعليه لابد ان هو ندفع المجتمع اليها. خلي بالكم كان في من 250 سنه المجتمع الانجليزي درس المجتمع الشرقي، وعشان يصيبوا بالدروشه وعدم الفاعليه كانوا بيروجوا لفكره ابو حامد الغزالي. مش كل ابو حامد الغزالي، في جزء كده المستخلص في علم الانفس اللي هو فكره الزهد وعدم الفاعليه في الحياه عن طريق هذا فكره الزهد وفكره التصوف اللي هو كان بيطرحه ابو حامد الغزالي. يعني حتى بيطرحوا التدين دروشه، تدين صوفي فيه دروشه، في درجه من درجات الدروشه، بحيث ما يبقاش الانسان المسلم فعال، لانهم عايزين يبيعوا منتجاتهم. فلو بيبيعوا منتجاتهم في مجتمع فعال وقادر ان هو يحاكي المنتج الغربي ويتطور ويحدث من نفسه، مش هيبقى فيه سوق لمنتجاتهم. ده مجتمع يخليه زراعي، يخليه في صيد السمك، يخليه في ياخد ثروات البلاد، وفي نفس الوقت يصدر لهم حاجات. انما لو هذا المجتمع بقى فعال، بقى منتج، يعني هذه التجارة ربما تبور. فكرة دفع الناس للفاعلية ده مهم جدا، وعلى المجتمعات الإنسانية والبشرية المسلمة والمسيحية في مصر وفي العالم العربي تعيد صياغة حياتها بعد المعاش أو في حالة الفراغ، وتستطيع أن تملأ هذا الفراغ بأمور كثيرة جدا المجتمع في حاجة إليه. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة.